بالنسبة لمن مات وعليه دين ويسأل عن حكم جمع الزكاة لسداد هذا الدين الذي عليه، خاصة إذا كان يترتب على هذا الدين أمور متعلقة بالأولاد واستقرارهم وسكنهم. السائل يسأل عن دين للبنك العقاري، نعم، من أجل أن يتم تحرير البيت الذي يسكن فيه الورثة، فنقول هذا الدين تعلق به حق من حقوق الورثة، وبالتالي فإنهم عندما يطلبون الزكاة يقومون بسداد هذا الدين الذي يتعلق به شيء من أحوالهم، ومثل ما لا حرج في ذلك. أما الدين المرسل للشخص لم يترك تركة فإنه لا يجوز على الصحيح طلب الزكاة من أجل سداد الدين عن الميت، فإن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وقوله للفقراء أتى فيها بحرف اللام الذي يفيد التمليك، والميت لا يملك شيئا، وبالتالي فإن الدين الذي يكون على ميت لم يخلف وفاء لا يلزم الورثة بسداده، ومن ثم لا يجوز جمع الزكاة له إلا أن تبرع أحد الورثة أو غيرهم بنقل الدين إلى ذمته.